مشان الله أمي، حاج تحكي لي عن فلانة وعلتانة مشان الله. هدول كان عندهم أبي دافع عنهم، مو مثل حالتي أنا. يا ريتكم خليتوني كمل دراستي، مو أحسن من قعدتي هيك. بس كل الحق عليك أنتي. شو؟ هلأ أنا اللي كنت قاتلة حالي مشان أتجوز واحد غني؟ شو نسيتي جوزك؟ نسيتي كيف كان يعاملني؟ نسيتي كيف كان مكرهني عيشتي بس مشان أتجوز ابن أخوه الأجدب؟ ولا هلأ بطلتي تتذكري أمي؟ أنتي؟ أصلاً كل الحق عليكي، أنتي ضليتي توزي براسي مشان أتجوز واحد غني. ماشي ماما، عم يندق الباب، يلا بحاكيكي بعدين. مرحبا. شو اللي جابك لهون؟ يلا فوت لجوا قبل ما يشوفك شي حدا. فوت. أنا اجيت مشان قلك إنه وقت اللي سكرتي الخط كنت عم قلك إنه أنا ليك فراس. أنا اطمني، مستحيل خبر حدا إنك اتصلتي فيني، أنا ماني ولد صغير. بعدين أنا بحترمك وبحب. بحترمك كتير، مشان هيك اطمني. خلاص أنا كنت قصدي حكيت هيك عادي، ما تفهمني غلط. يعني إذا حكيت أي كلمة قدام أمك وهي حكت قدام أبوك وأبوك شاف له أي وقال له، ما رح يصير هيك شيء، بوعدك. إيه منيح أنا اتصل فيك مشان تمرق وتاخد هدول السيديات اللي جبت لي إياهن. ليش نزلتي البرامج؟ لؤي نزل لي إياهن. عالآن يلا وقته. عطيني أنا بزبط لك يا مدام. معلش ارتاح أنت وقعد. قعد بترجاك لا تقرب. شكله عالآن هلأ بيفتح. شو صار لك؟ جرحت إيدك. بسرعة بسرعة لازم تقميع. إذا بدك خلينا نروح على الصيدلية فورا. خلاص خلاص مو مشكلة عادي. أنا من وين طلعتيني انتي؟ ولي شافتنا؟ شوفي دخلت يا ربي شو عامل هلا؟ لحظة فهميني بس شو؟ لك مرام بنت الصغيرة لغيداء شافتنا. ولي هلا بدها تروح تحكي القصة لأمها، وأمها رح تحكي لجوزها وهو رح يدري جوزي. شو بدي أعمل بحالي؟ مدام زينة طولي بالك، وين المشكلة إذا شافتنا؟ بعدين أنا مسكت لك إيدك لأنه مين سمح لك تمسك إيدي؟ شو بدي أقول لهم؟ شو بدي أقول لهم إذا سألوني شو كنت عم تساوي عندي وفوقها ماسك لي إيدي؟ ولي إذا عرف لؤي أكيد رح يقتلني. خلص احكي له القصة وقولي له إنه أنا أجيت لهون مشان السيديات. رح أقول له بس في مشكلة صغيرة. لؤي مفكرك ولد صغير هالقد قدك، مو شطورة بعرض. وإذا بدك رح أقول له هالوردة الحمراء أنت اللي جبتها مشان يزرع لؤي على أمري بس يموتني. خلص روح بقى، روح مشان الله روح، ومسك شنطتك كمان. يلا طلع بقى، بكفيني اللي صار، وأنا هلأ مو ناقصني مصيبة جديدة. بس أنا عن جد ما كان قصدي أعمل لك مشكلة. بليز اطلع فورا. يا ربي شو بدي اقوله اذا دري؟ مستحيل يصدقني. شو اعمل؟ شو اعمل يا ربي؟ اوكي لازم لاقي البنت، لازم لاقيها. دارلين أنا أجيت. ليش راجع بكير؟ والاجتماع؟ صراحة الاجتماع ما خلص لهلأ.
بس اي ميس يو، ومشان هيك انا تركت الاجتماع كرمالك ورجعت على البيت لشوفك. وانا لازم صدق، واذا بدك اجلت اجتماع بكره. حبي يعني بدك تطلع معي على السيران؟ ايه اذا انت بدك منروح. يا حبي ميرسي كتير يا قلبي. خير شو بهون رجليكي؟ رجلي ولا شي، بس انزلت على السوق وكنت لابسه كعب عالي. لك انا بس بدي افهم، انتو نسوان ليش مصرين تعذبوا حالكن على الفاضي؟ لك ليش؟ يلا جاي ياسمين. ايه كده؟ خير ست ياسمين، ليش دقتي لي؟ شوفي مو انت امبارح تركتي لي مسج مشان امره لعندك؟ بعرف تركت لك مسج، بس ما توقعتك تجي بهيك وقت. لك يلا ياسمين فهميني شو القصه، شغلتي لي بالي. شوفي بس شوي فوت، انا طالعه من الحمام، خليني فوت البس وبرجع لك. خلصيني احكي هلا، بدك تخجلي مني؟ شو شايفتيني واحد غريب حتى تسوي هاي الحركات قدامي؟ قولي لي شو الموضوع، شو بدك مني؟ يلا احكي. ليش رجعتوا كلكم ولا رجعتوا؟ يعني انت كثير اكلاني همي، كتر الف خيرك يا ستي، خلص انبسطي وتاكدي انه كل المشوار انتزع من تحت راسك انت. والخانم بنتك ضلت تنق فوق راسي، قال بدها ترجع على البيت لانه ضايقت عليكي. لك حتى علاقتي ببنتي نزعتيها. لك انت شو بدك مني بس فهميني؟ ان شاء الله مفكرني انا كثير مبسوطه بهالوضع. اصلا لهيك انا اتصلت فيك مش عم تجي ونقعد ونحل الموضوع. خلص انت بتعتذر مني وهيك بينحل الموضوع. ما في داعي نكبر القصص، بالاعتذار كل شيء بيصير. انا بدي اعتذر منك؟ اي طبعا. ليش؟ كيف يعني ليش؟ لانه حضرتك خنتني مع وحده تانية وتركتني ومشيت. لك افهمي انا حبيتها لهي البنت، ليش لا اعتذر منك؟ يعني مو من حقي اني حب؟ لا مو من حقك حبيبي، لانه حضرتك كنت متجوزني لالي ولا نسيت؟ ليش الواحد فيه يتحكم بمشاعره يعني؟ معناتها انا كمان في عندي مشاعر، ومشاعري بتقلي خدي شي سكين يا بنت وفرمي جوزك قطع وزتيه للكلاب، هيك بتقلي مشاعري؟ رد عليها مثلا؟ لك انت وحده مجنونه، اصلا الحق علي لانه اجيت. لحظه بدك تسمعني للاخير، حكم ضميرك وبعدين جاوبني. لو انا عامل الشي اللي انت عملته فيني، لو انا حبيت حدا تاني غيرك وحملت غراضي وتركتك انت وبنتك، شو كنت حسيت؟ لك مشان الله جاوبني شو كنت حسيت؟ ما بحقلك تتصرفي هيك، انت مرة وعندك بنت صبية. لك الحق علي انا، ضروري رد عليك واجي وانزع مرأي معك. كنان لازم تسمعني ولازم تعتذر مني على اللي عملته. يلي بيترك بيته كرمال وحدة تانية شو بيكون برأيك؟ بيكون منيح؟ ولك شو بتخسر اذا قلت لي انك اسف؟ كن رجال لمرة واحدة بحياتك واعتذر. لك اطلعي على حالك كيف طالعة، روح انضب بالبيت قبل ما يشوفك حدا. لك فوتي يلا تحركي، لا تطلعي لي خليها اكثر من هيك عم اقول لك. يلا فوتي. ماما لك كنان، وقعت المسكة كنان. يا الله شو بدي اعمل؟ ولي المسكة فاتت لجوا. دير وشك اذا بتريد تطلع فيني، دير وشك لو سمحت، دير وشك. خلاص ما راح اطلع بنوم. دير وشك لهونيك. ايوه اي ليك مسكة الباب، المسكة فاتت لجوا وضليت هي بايدي وانا ضليت برات البيت وعم دور على شي شغله لصلح المسكة ما عم لاقي. ان شاء الله افتح لي الباب. طيب ما في مشكله، بس انطرق راسك صار لك شيء؟ ايه منيحه، انا منيحه. بس انت ليش جاي لهون؟ لك مو على اساس رح نطلع سيران؟ امي قالت لي مشان امرق لعندك مشان هيك اجيت. ليش انت طالع معنا على السيران؟ انت مو طالعه معنا؟ لك مالك شايفني شلون انا بدي اطلع؟ مالك شايف البهدله اللي انا فيها؟ كيف بدي اطلع بهيك حاله والمسكه ليك بايدي؟ خلص روحوا انتوا، روحوا، انا ماني رايحه. يلا ماني قدراني اروح، روحوا انتوا. طيب خليني اشوفها شوي. لا تطلع فيني، ها الله يخليك لا تطلع فيني، حاجتي. لا انت فهمتيني غلط، خليني اشوفها للمسكه لاصلحها. طيب بس دير وشك خوف. لا تطلع فيني الله يخليك. ايه دير وشك لهونيك يلا. المسكة الثانية وعد جوا؟ ايه ضليت جوا وانا ضغطتها مشان ركب المسكة، قامت وقعت وضليت برا انا. والله مو بقصدي.
خلاص مش الحال. انفتح الباب؟ يسلموا ايديك، عذبتك معي. لا العفو، انا ما رح فيني اطلع معكم. ايه بصراحة خجلانة منك كتير، يعني كيف بدي اطلع معك بعد ما شفتني بهالمنظر؟ ما في داعي تخجلي مني لانه انا ما اطلعت فيكي. يعني ما اطلعت علي؟ قلتي لي لا تطلع، ما اطلع خلاص. مو هيك بدك؟ وما رح تخبر حدا انك شفتني بهالمنظر، ما هيك؟ الرجال بالعادة ما بيحكوا لحدا عن المرة اللي بتعجبهم. جهزي حالك، رح أنطرك لنروح سوا. والله مليت من نشر الغسيل 10 مرات باليوم، بدي اشتري نشافة وارتاح. عمر، حبيبتي أنا كثير بحبك. أنت عامل كلاب؟ حبيبتي ما فيني أعزمك وأخذك على شي مطعم لنتعشى، ده هيك جبت المطعم على البيت. إذا بدك تعملي سهرة مثل اللي سهرتها هداك اليوم بدك تجيب لي رقصة. عم يتفرجوا علينا. خليني يتفرجوا مشان يتذكروا على طول ان ابوهم كان يحب امهم كثير. انت لازم تعرفي انه انا بحبك كثير. سان كان شو ما شفتني تمس كالبين يا الله خير له اسم سام شي شو صار له هاد هلا؟ تخيلك يا ربي شو هالحظ؟ ما لقيت تنتزع غير هلا يعني؟ يبعت لك حمى. الو؟ حبيبي امتى رح تخلص الاجتماعات تبعك؟ رح اطق روحي من القعده بالبيت. اي حبيبتي انا مطول. مامي انت ما خلصت لسه. يلا بدي سكر الخط، الجماعه ناطريني مو حلول. حياتي الرصيد تبع بطاقتي خلص امبارح. هلا صرفتي كل رصيدك بيومين؟ ايه كنت مضطرة، انا قلت لك انه عندي دفع اجار البيت. بعدين انت مو حبيبي اللي بتحبني كتير؟ ايه بستاهل تساعدني لك، ما هيك؟ ايه طبعا انت بتستاهلي. انت بتقولي لي مو حلوة تراقبي الناس من الشباك؟ لك ما في حدا، انا عم شم شوية هواء. لا شكلك عم تراقبي حدا. والله عرفانة تنقي. ديما لا تحكي معي بهي الطريقة المولدنة. طلعي فيه شكله طالع خصوصي ليشوفوا الجيران. ابصر مشان مين فيهم طالع. باينته مرتب ونظايفي، طلعنا بنشبه بعض. اها مو بس انت وياه نظافيه بالحاره. قص ايدي اذا مو طالعه كرماله، لسه امبارح شفت هيام وهي عم تنظف الشبابيك.
شو هالهمة مسيو؟ أهلين الله يعافيكي. هلا بس خلص بساعدك شوي إذا بدك. يسلم ما في داعي. لا لا هي وحدة ما بتستحي العمى تفي يا خرب بيتها شو وقحة. ماما هالظرف العمو غسان ظاهر جايبينه بالغلط لعنا. هاتي رايحة أعطيها بركي شي شغلة مهمة. ماما استني شكلها دعاية لشي شغلة. أمل شو القصة شو عم ساوي برا؟ مو شايفة شو عم ساوي؟ عم مسح الشبابيك. وبالله ليش طالع على الشارع لتنطفي الشبابيك؟ نطفيهن وانتي جوا. لا هي عم انتي لسه ما بتعرفيني النظافة هي اهم شغلة بحياتي وخصوصي الشبابيك من برا انا بحب نظفهن اول شي. اوكي انتي فوتي لجوا. يلا فوتي. يعطيك العافية. الله يعافيكي. هذا حطونا اياه على الباب ولقيت اسمك عليه يعني هذا الظرف إلك انت وقلت بجوز يكون في شيء مهم وجبته. بس هي دعايه يعني ما له مهمه. لا لاني ما فتحت الظرف جبت لك يا دغري. أنا أساساً كنت جاي أعطيك الظرف وأمشي بدك شي؟ عن جد يسلموا إيديك عزبتك معي. لا أنا عفو. يلا كمل شغلك أنت. ياسمين هي دعاية مشان أسبوع الأفلام القديمة يعني بقصد أفلام الستينات والسبعينات وأنا بعشق هدول الأفلام كثير حلوين وبضل بتابعهم. شو رأيك؟ وأنا كمان بعشق هي الأفلام وإذا طلعوا على التلفزيون ما بقوم ليخلص الفيلم وأحيانا بحضروا أكثر من مرة. حلو كثير. إذا بدك فينا نشوفهم سوا. طبعا إذا حابة. ما بعرف يعني ما في مشكلة. لا يستهويني الرجل الذي لا يحترم المرأة. أنت كتير واثقة من حالك ومن جمالك. تضربي أنت واللي منزلك هالصورة. لك على شو شايفة حالك؟ مفكرة حالها عن جد ملكة جمال. ما فشرتي. مدام زينة؟ فراس؟ أنا اشتريت هالرواية كثير حلوة فيكي تشوفيها. ورجيني. لا وجود للسعادة مع الحب. شكلها حلوة هالرواية. هي يعني أنا بحس إنه عن جد هيك الحب. طول بالك لسه ما شفت شي. بس تتجوز وقتها بتتأكد من هالحكي. رح لاقي هيك وحدة؟ بجوز ما لاقي ولا وحدة حبها يعني خرج اتجوزها. ما بظن انه رح تزبط معي. طيب ليش؟ لانه بحب وحده متجوزه. زيزي سوري مدام زينة بس لحظه. انا حاولت كتير بس ما عاد فيني خبي. ماني قدران اتحمل. انا بحبك الك. ما
أنا بحبك إمك. مساء الخير، أنا من ورشة التصليح دقيتونا اليوم. ايه بس انت ما بيصير تيجي بهالوقت المتأخر هاد؟ بعرف ما تأخذينا، بس كنا كتير مشغولين، أصلاً وقت الدوام تبعي خلص، بس ما حبيت نترك لبكرة لهيك اجيت. طيب فوت يلا. بتعرف في كتير محطات ما بتطلع عندي هون، وفي شغلة تانية كمان مشان النت، انتو اللي بتكون توصلوا لي اياه. ايه مزبوط، انا راح وصل لك النت وجبت المودم معي كمان. ايه راح يدفع اليوم يعني؟ لا راحت لبكرة الصبح. مو مشكلة، بس فيك تستعجل شوي اذا ممكن؟ طبعا مدام، ولا يهمك، تكرمي. ميرسي. هذا الكمبيوتر؟ اوكي. طيب شو لسه ما خلصت؟ لا مدام، ليكني خلصت، راح وصل لك اياها بالجهاز وخلصنا. هاي شو صار لك؟ قولي ظهري كأنه انشكل ظهري، قولي ما عم بقدر اتحرك. كيف يعني انشكل؟ طيب تعال ارتاح على الكنباية. لا 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 وقفي، ما فيني اتحرك بنوب. شو بدك تضل هيك يعني؟ طيب شو اعمل؟ اذا بدك خليني اتصل بالدكتور ليجي. لا 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 لا، بس اذا في عندك كريم للظهر رح تحسن. انه في عندي بس شوي. لا 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 كمان لتحت شوي. هون. اي كمان. هي كتير منيح. يا حلو. يا سلام. ان شاء الله ارتحت. لتحت شوي كمان. تسلموا. شو عم بيصير هون؟ مين انت ولا؟ حبي طول حالك وخليني اشرح لك، الزلمة اجى لهون مشان يصلح الدش، والله العظيم ما عم كذب عليك صدقني. لك شو بهالوقت وهذا شالح ثيابه هيك؟ طول بالك استاذ، انا جيت كرمال ما نطر المدام. لك شو عم تحكي انت؟ هذا بصر حدا جاي يصلح. على مين عم تضحك؟ قلي لشوف، على مين عم تضحك؟ احكيلي، احكيلي لشوف، احكيلي عليه، بس لا امسكك بين ايدي ولا تعال هون. انت فهمان غلط، اهدى شوي، الزلمه اجى مشان يصلح الدش ويوصلنا النت. اسمعني شوي الله يخليك. زيزي بعدي من وشي ولا تخليني ارتكب جريمه فيكي. حبيبي شوف هذا الكريم حياتي، مشان الله طلع وشوف شو مكتوب عليه. طلع حبيبي هالكريم مشان وجع الظهر، وانت اللي جبته، المسكين انشكل ظهره فجاه. ياك بعدي من وشي. مشان الله طول بالك، شوف وهي البطاقه تبعه، طلع اقراها مشان تتأكد من حكي. شايف؟ ليك كاتب اسمي على البطاقة. حبيبي صدقني وما تكبر القصة كرمالي، والله ما في شي، إذا حد دري بالحارة بتعرف رح نتجرس. حبيبي هدي حالك شوي تقبرني مشان الله يوفقك. اسمعيني، من اليوم ورايح إذا بيحترق البيت ممنوع تتصلي بالإطفائية من دون ما تخبريني، فهمتي؟ ما حاتصلي والله، وعد. مشتهي في شي نهار ولاقيه مجهزت لي الفطور. شو صار لك؟ زيزي شو هاد؟ قولي لمين؟
هذا جاكيت؟ بعرف انه جاكيت. مين صاحبه؟ ايه هذا لأم جابر. هي الست اللي بتيجي لهون وبتنظف لنا البيت. وأم جابر تلبس جواكيت رجالية كأنه. لا حبيبي، بس احيانا بستعملهم مشان التمسيح. ليكن هون. امبارح تركتهم عندي هون بالغرفة وكنت رح إلا تبطل هالعادة. شايف كل هدول؟ شايف كلهم جواكيت وكنزات رجالية. مو معقولة. خلص رح نبهها بس تجي اليوم، لأنه ما بيكفي إنه عم تستعمل ثيابك وكمان عم تجيب لي ثياب من البيت. قال حضرتها ما بتحب تنشف المناشف الجاهزة لأنه ما بينظفوا منيح. هيك يعني، هيك عقلاتها. طيب ليش هي تاركته بالصالون؟ وكمان حضرتها تاركته بالصالون؟ لا عن جد هي زودتها كتير. شي بتحطهم بالصالون وشي بتتركهم بغرفتي. الحق علي، أنا كتير عاطيتها وش صايرة كتير عفشة وعم تشتغل من أفا إيدها. خلص بس تجي اليوم رح أحكي معها وفهمها تدير بالها أكتر من هيك. حياتي، شو رأيك جهز لك الفطور؟ أكيد جوعان ما هيك؟ ألو مدام زيزي، منيح دقيتيلي. كنت خايف ما تتصلي بعد ما قلت. لو ماني مضطرة ما كنت حكيت. مشان النت دقيت، ما عم يشتغل معي. بدي فوت على هذا الموقع تبع الصور مشان شوف صورتي. يعني ليش ركبتوا خط النت؟ طيب رح أنا فهمك كيف. هلأ تحت بالزاوية في أيقونة زرقاء بتفوتي عليها. وين هاي القصة اللي في مجال تشرح الموضوع؟ لأني أنا ما بفهم عليك. أوكي ولا يهمك، رح بلش من الأول. شوفي على اليسار بالزاوية في حرف الإي بالإنجليزي. ما حرف الإي؟ عليكو. إيه إيه. أهلين مدام. يعطيك العافية، حط عندك تياب للغسيل. لحظة وبجيبهم. طيب مرحبا ياسمين. غسان أهلين. ها شايفة ما أحلاكي، أحسن من المرة الماضية بكتير. أنا كتير بعتذر منك، أيام كانت واقفة معي. أنا لازم أعتذر منك، بجوز أحرجتك قدامها. المفروض انتبه لما بتكوني مع حدا من الجيران. معك حق، بس أنا اللي غلطت وأنا اللي لازم أعتذر منك. طيب إذا قبلتي تروحي معي على السينما بسامحك. عن جد ما بعرف، بس كأنه القصة مو حلوة بحقنا يعني. اطمني، بحياتي ما راح احطك بموقف مو مناسب. القصة وما فيها انه راح نحضر فيلم انا وياك ونقعد سوا شوي، والفيلم اسمه انا والهوى. كتير بحبه لهذا الفيلم، قصته كتير حلوة. معناها راح اشتري بطاقتين لبكرة. ماشي؟ طيب خلاص بروح. تفضلي مدام. يسلموا ايديك. الله يسلمك. يلا بشوفك بكره. عرفتي هلا ليش ما كنت حابب اجيب هالكمبيوتر الزفت على البيت؟ من وقت ما وصلت وانتي دبقاني على هالكرسي. مو معقول، طول بالك. في شغله بدي اشوفها، خلطة كتير منيحة مشان التجاعيد، ورح سكر خلص والله. في ماسك خصوصي مشان الهالات اللي بتصير تحت العين. يا الله عن جد هنيت شغلة كتير مهمة. ليش ما بتطلعي وصفة أكل كمان؟ أحسن من هالماسكات والحكي الفاضي. زيزي
شو هالعملة اللي عملتها بحالي أنا؟ يوكان هاتي لشوف. شو هاد الموقع؟ ليش سكرتي؟ مدري شو مدري شو كبست قام طلعت لي صور كتير بتخجل حبيبي. يعني وضروري تكبسي عالطالعة والنازلة انتي؟ لا تكوني قاعدة على الشات مع حدا. ها وأنا شو بيفهمني بهيك قصاص؟ لسه لهلا ما عندي إيميل مثل الخلق والعالم. حبي عن جد أنا كتير جعت. رح جهز شي على الخفيف تاكل معي؟ لا حبيبتي يسلموا. ايه وانت؟ اهلا وسهلا. اهلا. شو بتحبي تطلبي مدام؟ يسلموا ما بدي شي. رح اطلب بس مو هلا بعد شوي. ناطرة رفيقي ليجي وقتها بنطلب انا وياه سوا. يعني قصدي هي اول مرة بدي شوفه ولازم استناه خلص انت روح هلا وانا ناطرته. براحتك مدام ما في مشكلة. ياي كيف عليك أن تتصرفي في اللقاء الأول؟ شو هالصدفة هاي؟ بالصفحة 40. أولا لا تكلميه عن علاقاتك السابقة. ما لازم أحكي له عن اللقاء الأول. ما لازم أحكي عن كينان عساس طايقته لأحكي عنه. ثانيا في اللقاء الأول لا تأكلي المعكرونة أو الهامبرجر لأنها قد توسخ ثيابك أمامهم. خلاص بطلب توست مثلا. ثلاثة أثناء الكلام انظري في عينيه واضحكي لنكاته وكوني غامضة ولا تحدثيه عن خصوصياتك. هي لازم دير بالي عليها. أخبريه أنك تحبين الاستمتاع بوقتك والسفر لأن الرجال تستهويهم المرأة المرحة والمسلية. أصلا أنا هيك طبيعتي بالعادة وحب تسلاي. أربعة عندما يأتي الجرسون لأخذ الطلبات لا تطلبي مثل ما يطلب. كوني واثقة من نفسك واطلبي شيئا مميزا وخفيفا. معناتها بدي شيء مميز وخفيف. آسف تأخرت عليك. أهلين. لا عادي أنا كمان هلأ وصلت. أنت ما تأخرت. لا في لسه وقت كتير ليبلش الفيلم. شو رأيك ناخد شيء؟ ايه تفضل. أهلا وسهلا. لنشوف شو فيه. شو رح تطلبي؟ في اللقاء الأول لا تأكلي المعكرونة ولا الهامبرجر لأن هذه الأطعمة قد توسخ ثيابك. لا ما بدي معكرونة. أنا ما بحبها لأني بعدين يعني ما بدي معكرونة وخلص. بدي شيء خفيف خفيف مميز كتير مثل توست. بدي قطعتين. لا ثلاثة ومعا جبنة توست وكابتشينو. أنا كمان نفس الشيء. إيه تكرموا لأنه بصراحة اشتهيتها. اضحكي لنكاته. إذا مو عجبتك ناخد شي تاني. لا أنا أكلت كتير وشبعت. حلوة القعدة هون ما هيك؟ رايقة كتير حلوة. القعدة هون بتجنن. لك بالعادة تروحي على السينما؟ لا من زمان كنت روح كتير
بس هلأ لا، تعودنا على التلفزيونات. أخبريه أنك تحبين الاستمتاع بوقتك والسفر. على فكرة أنا كتير بحب أحضر سينما، على طول بروح. أحياناً بتصدف بالأسبوع الواحد مثلاً بروح على السينما شي 5 مرات، كتير بعشقها. تعرف شو؟ أنا ما بحب القعدة بالبيت لأنه بمل بختنق. أمي كانت تقول عني أنه هالبنت ما فيها تقعد بشي مطرح، لأنه على طول كنت أطلع رحلات ومشاوير مع رفقاتي، ما كنت أقعد بالبيت أبداً. ولحد هلأ ما تغيرت، ها؟ ما تغيرت، كتير بحب استمتع بوقتي. عن جد فاجأتيني، على فكرة مو مبين عليك. لا أنا كتير بحب المشاوير كتير. معناها طلعنا عكس بعض بهي القصة. أنا بالعادة بحب أقضي وقتي بالبيت مع اللي بحبهم. وأنا أنا كمان هيك. إذا مالك مصدقني اسأل ديما. تعرف إنه أنا ما عندي مشكلة، حبسني سنة بالبيت، سنة إذا بدك، ما بتفرق معي بنوب ولا بفكر أطلع لبرات البيت. أنا كتير كتير بحب القعدة بالبيت. أثناء الكلام انظري في عيني وكوني غامضة. ليش هيك عم تطلع بعيوني؟ كوني غامضة. ما بعرف، انت قادرة. ياسمين فيك شي؟ ليش شوفي؟ ما بعرف، بس اليوم حاسك مو على طبيعتك ابدا. يعني ما عم تاكلي شيء وبتحكي شغلات وبعدين بتحكي عكسها وعم تطلعي لبرا كانك مالي. اذا مانك مرتاحه وبدك يعني نمشي، يعني اذا ما بدك تضلي معي. لا ما بدي. لا طيب منوم. لا لا انا قصدي، انا ما كان قصدي انه اقول لك ما بدي، يعني انا بدي خلص، بدي نضل سوا. فيني اطلب منك شغله؟ فيك تنسى كل اللي حكيت لك اياه من شوي؟ خلص خلينا نبلش من أول وجديد، يعني نعمل حالنا هلأ التقينا وننسى كل اللي صار. تأخرت عليكي؟ منيح هيك؟ فينا نطلب معكرونة؟ نطلب لو سمحت. عن جد كتير انبسطنا بالفيلم. شفتوا كيف فات على الأوضة وما نعرفان فيها حدا وبلش يرقص هيك؟ لما شافوا انصدم وهرب دغري. لا وخطيبته كانت قاعدة. بدي فوت من هذا الباب، الباب الرئيسي بتعرف انت، مشان الجيران مو حلوة. ايه مزبوط.
يلا بشوفك. عن إذنك بدي روح وتصبح على خير. تلاقي الخير. ياسمين؟ فينا نطلع مرة تانية ونحضر أفلام نتمشوار هيك؟ موافقة؟ ليش؟ لأنك كتير حلوة. شو موافقة؟ نطلع. تلاقي الخير. يلا روح انت مشان ما يشوفك حدا. اي مرحبا، شو الصدفة الحلوة يا ياسمين؟ أهلين سيد غسان. أنا لسه ما شفتك بعد الحادث. مزبوط ما شفنا بعض. بعدين وقت اللي كنا بالقهوة كنت حضرتك مشغول مع السيد أمل، مشان هيك ما فضيت تحكي معي، وأنا بصراحة ما حبيت ضايقك وأشغلك عنا، لهيك ما حبيت أتطفل عليك وأحكي معكم. لا، حاولت أحكي معك بس أنت رديتي برسمية. والله بعتذر منك بس أنا هيك ومالي مثل غيري، مفهوم؟ حتى معي أنا؟ عفواً، بس شوفي بيناتنا غسان بيك. عن إذنك سيد غسان. شو صاير لك؟ انتبهي شوي شوي. سوري، عن جد مبقصدي، أسفي كتير. طبعا مين اللي بده يشرف على هالعملية؟ ما غيره سيد مظفر. مو هيك تمسك العصي، ارفعوها مثل البارودة. ايوه هيك بدي اياكم، وشدوا ظهركم منيح، ارفعوا راسكم، الحرامي لازم يرتعب منكم وما يسترجع رجالهم، مفهوم؟ يلا افتحوا عيونكم منيح، راقبوا كل رتنة، واذا صار شيء دغري بتتصلوا فيه. بسيطة يا غسان أفندي، هلأ شوف شو رح ساوي فيك. إذا نحن ما حمينا الحارة شو رح يصير؟ الحرامية رح يرجعوا علينا من جديد، ونحن ما بنسمح تصير هيك شغلة، مستحيل. يلا لشوف بلشوا شغل، ومثل ما اتفقنا أي شي بيصير تتصلوا فيه. يلا يا رجال، إلى كرم عينك. إلى الأمام. مساء الخير أبو محمود. أهلين أهلين بنتي. مساء الخير سيد مظفر. أهلين مدام، مساء النور. شو إن شاء الله ارتحتي؟ نحن بلشنا حراسي بس مشان حضرتك. مو معقول مو معقول، شو ارتحت كتير. طمنيني كيف الوضع؟ كتير منيح. ممتاز ممتاز. السكين اللي عطيتيني اياها بعتها المخبر الجنائي، وبس نعرف صاحبها دغري رح ننطه وعلى بيت خالته. والله إذا في أمل ولو هالقد صغير إنه ينمسك الحرامي حيكون بفضلك أنت. صحيح. صحيح. سمعت إنك بدك تناوبي بالحراسة مدام. إيه طبعا طبعا، على أساس أنا وأم ماهر اتفقنا إنه نناوب، بس المسكينة توفت خالتها مبارح وما ضل في حدا يناوب معي. ولا يمي، راح خلي الشغل بكير واجي ناوب معك. لا سيد مظفر، ما بدي عزبك معي. لا شو هالحكي،
عذابك راحة. مو معقول ابدا اتركك لحالك. شو عم تحكي انتي؟ مستحيل مستحيل. خلص معناتها بكره رح انطرك هون على الساعة 8. ايه 8 الى 5 رح كون هون. عن جد مو معقول انت، يا ريت كل الجيران يكونوا مثلك. الله معك الله معك. 8 الى 5 ها. شو حبيبي مانك رايح الشغل؟ مبلا بس قلت له اني رح اتاخر شوي. شو تعبانه؟ لا دوا مشان الاولاد، الاخصائي النفسي وصف لهم اياه مشان يهدوا شوي. اليوم رح يضاموا بالمدرسه. سمعت شو حكى المدير مشان الاختبار، بدي اياهم يكونوا هادين اليوم وما يعملوا لنا شي مشكله. انت رح تعطيهم اياه بس ليضلوا عاقلين. خلص نسي الدواء. دواء هون عندي، انا بعرف كثير منيح كيف هديهم. رح حط الفنجان بالمطبخ. عم يدقولي هدول من البنك. الو لك كم مره بدي فهمك يعني؟ لا بقى تتصل فيني. لك خلص عم قلك مسح رقمي من عندك. بس انتي مو حاسفه رقمي من عندك معي؟ لا مو صحيح، بس انا عرفتك من صوتك. طيب ما رح طول عليك كتير، بس متذكرة لما قلت لك انه حاطين صورتك على النت؟ هداك اليوم لقيت الجريدة كمان، اذا حابة فيني صور لك الصفحة وجيب لك اياها. ايه بس انت جبت لي اياها. قصدك الصورة اللي بالجريدة؟ ايه بدي اياها، بس المشكلة لا ما بقدر، حماتي عندي بالبيت، كيف بدي اشوفك؟ اصلا هي وراي على الدعسة وما عم تخليني اخذ نفس بنوب، وما فيني اتركها واطلع من البيت، رح تلحقني. طيب بعطيك اياها من على الباب وبمشي. اصحاك مستحيل مستحيل. خلاص انت بتعرف هاي الكافتيريا اللي بالمول اللي بالطابق الثاني؟ بعد نص ساعه بتكون هنيك، واصحاك تتاخر رح اخذ الصوره منك وامشي دغري. ويني؟ شو ساعه لتغسلي فنجان؟ اي والله فكرتك نمتي. سكري هالحنفيه حاجه تشرشر. مين اللي دق لي؟ قلت لك البنك. بس شكلك كنت عم تخانقي حدا. عم تخانقي البنك؟ صار لهم كذا مرة عم يتصلوا فيني مشان يفتحوا لي حساب جديد عندهم، لهيك عصبت منهم. لاما عن جد شي بيعصب. لكن قلع من هون احسن لك. ها اذا بتقرب خطوه واحده رح افرمك بالسكين. عم تسمع؟ يلا انقلع. لك ما كنت بعرفك مشرانيه وبتحملي معك سكاكين. يلا اطلعي. يسلموا، بس عم بستنى ديما. قلتي لي ديما؟ قصدي اتصلت فيها وهي رح تخبر جارنا عمر. هلا شوي رح يجي مشان ياخذني. عمر ما رح يجي لانه مسافر على ازمير. ديما اتصلت فيني لهيك اجيت. يلا اطلعي. لا ما بدي اطلع. شو ما بدك؟ شو يعني بدك تضلي ناطره هون لحالك؟ يلا اطلعي وبنحكي بالسياره. Thank you.
عن جد انصدمت فيه، ماني فهمانة ليش كذب هيك كذبة. خلص كان يقول لي انه ما رح يقدر يعمل شيء، ليش لحتى يقول لي انه رح ياخذ السكينة اللي لقيتها عندي بالبيت يوم السرقة على المخبر ويزتها عنده هيك بالسيارة؟ شو يعني عم يضحك علي مثلا؟ بس الحق مو عليه هو، الحق علي انا، انا جد لانه صدقت لعمش وسخ. بصراحة انا من الاول ما ارتحت له وحسيته واحد كذاب، بس ما كنت قدران اقول لك، خفت تضايقي مني وتفهميني غلط لهيك سكتت. وليش لأتضايق؟ خفت تفكريني غيران عليكي منه. غيران علي؟ يعني ما في شي بيناتنا لحتى تغار؟ انت حاسة انه ما في شي بيناتنا؟ بجوز تكوني غلطانة. لأنه لما بشوفك مع حدا تاني، قصدي مع رجال غيري، بحس بالغيرة. غسان أنا ولا مرة حسيتك مهتم فيني، جد فاجأتني. حقك تفكري هيك، ما بلومك، أنت ما بتعرفيني ولا بتعرفي عني شيء. بالعكس أنا بعرفك منيح، يعني هيك بحس أحيانا، بحس حالي بعرفك من زمان مو من هلا. وبرأيك إحساسك هذا بيكفي لحتى نفهم بعض منيح؟ يعني بيكفي لحتى ما نرجع نتضايق من بعض؟ بظن ايه. ريحتك بتاخد العقل حبيبتي. شو حبيتها؟ تصبح على خير. لازم نام بكير من هلا ورايح. شو بكي؟ ليش بدك تنامي؟ خلينا قاعدين. حياتي انا كتير تعبانة، الشغل بالبيت كتير بيتعب. طول النهار كنت عم امسح الغبرة ونظف الابواب والشبابيك وكمان عزل البيت، بدي نام مشان فيق بكير. يلا تصبح على خير حبيبي. ياسمين لوين رايحة؟ أنا كنت رايحة على البيت. شو عم تساوي هون؟ كنت عم نقي تريا مشان البيت. تعي شوفي، ماني عارفان أنا وحدي أخذ. يا الله شو عنده شغلات حلوة، شكله فاتح عن جديد. ما بعرف. شوف هاي شكلها كتير حلو ومرتبة. أنا كتير بحب الضوء الأبيض. غسان ما تتضايق بس بدي روح، كتير حاسة حالي مخنوقة وما خرج فكر بتريات. احكي لي بلكي بقدر ساعدك. خير شو صاير معي؟ لا انت ما رح تقدر تعمل شي اذا انا ما بقدر. مفروض اعمل شي وما عم بقدر، لهيك انا مخنوقة كتير لانه مو طالع بايدي اعمل شي.
ما فهمت شي من حكيك، شو القصة بالضبط؟ وأنا كمان مثلك مالي قدراني أفهم شو عم يصير. رفيقتي توفيت من فترة، بجوز سمعت بقصتها، هي اللي انتحرت. كانت جارتي بالحارة، سمعت بقصتها؟ ايه، مو جوزها وابنها لساتهم ساكنين بالحارة؟ ايه، مراد. ابنها اسمه مراد، أمه كانت رفيقتي ومثل أختي بالضبط. كنت حسة أقرب وحدة لقلي لأنه كتير كانت تفهمني، وكل شي بيصير معها كانت تحكي لي إياه وما تخبي عني شي. يعني أنا هيك كنت مفكرة لوقت اللي انتحرت. وقت اللي انتحرت انصدمت، حسيت حالي ما بعرف عنها شي أبدا، ولهلأ بعدني مصدومة. ما تحطي الحق على حالك، إذا في شي وخبته عنك مو معناها أنه المشكلة فيكي. بلا غسان، المشكلة فيني أكيد. بجوز كانت خايفة تحكي لي القصة، بجوز حست أنه إذا حكت لي ما رح أستوعب الموضوع ورح أتضايق منها، مشان هيك ما كانت تقول. كل يوم بسأل حالي نفس السؤال، يا ترى لو حكت لي شو عم يصير معها. ما بعرف، بس يمكن كنت ساعدتها، بجوز كنت وقفت معها، لهيك بحس حالي مقهورة. ياسمين، كل واحد فينا أحيانا بيكون في عنده أسرار وما بيقدر يقولها لحدا. بجوز هناء كمان كان عندها هيك سر وما فيها تحكي. لا، هناء ما كانت من هالنوع، ما كان عندها شيء لتخجل منه. كانت كتير منيحة، كانت مرة شريفة وأخلاقها عالية، بحياتها ما غلطت بحق حدا فينا. أنا كنت بعرفها من 15 سنة، وسأل مين ما بدك ورح تشوف. أنت قلتي لي قبل شوي إنه حسيتي حالك ما بتعرفي عنها شيء. هناء كانت مرة منيحة وأخلاقها عالية، وأنا متأكدة إنه ما كانت عاملة شيء غلط. أنت ما بتعرف عنها شيء، بحياتك ما تعاملت معها، بقى كيف بتحكي عنها بهالطريقة؟ عن جد عيب عليك تحكي عنها هيك، كتير عيب، عيب. بكرة بس ترجعي من المدرسة منروح سوا، لازم نزوره لمراد ونطمن عليه. هي عرفنا عنوان المصح وصار فينا نروح لعنده. لك يا أمي، سيتي شو كانوا كاتبين على الموقع بالنت؟ زيارات لعند المريض ممنوعة غير إذا كان شي حدا من عيلته. ايه طيب، بقلن أنا خالته، هي بنتي وبدنا نشوفه. ها، لكن أنا اللي بدي أطلع لعند مراد؟ ايه حبيبتي، رح تطلعي وتطمني عليه. لك بنتي خلص، الشب رفيقك، مو حرام تتركيه لوحده؟ لك يا أمي، فكرك المصح هيك فوضى، مستحيل يصدقونا ويخلونا نفوت لعند مراد. هلا وقت اللي ضاعوا عصافير خالي فدوى، يوميتها دغري اخترعتي كذبة. جنابك وقتها ما كان عندك مشكلة بالموضوع، هلأ بطلتي تعرفي تكذبي بنتي؟ هلأ هيك أمي، فوق ما حليت لك المشكلة، أنا كذبت بس مشان ما تعلقي مع خالي فدوى. ديما، رفيقك كمان عنده مشكلة ومحتاجك، الشاب ما له حدا غيرنا. بعدين معقول تفكري إنه خليكي تكذبي مشان شغلة ممنيحة؟ أبدا. ليكي ديما، بكرة بدنا نروح على المصح، الشاب أمانة برقبتي وما رح أترك أبوه المجرم يضيع مستقبله. حرام يا بنتي حرام. خلص كملي وظائفك وبكرة حاولي ترجعي بكير. يلا طيب. خير إن شاء الله، مين بده يجي لعنا بهيك وقت متأخر؟ هات غزة. شو؟ أهلين. مرحبا. بعرف إنه الوقت متأخر، بس حسيتك اليوم اتضايقتي مني شوي، لهيك اجيت مشان اعتذر منك. لا بالعكس، أنا اللي لازم اعتذر منك. أنا كنت كتير متضايقة على مراد وحابة ساعده، بس ما عم بعرف كيف. يعني بجوز لهيك تصرفت بعصبية، بعتذر، آسفة. ولا يهمك، أنا كنت قلقان عليكي. بعدين اللي حكيتيه كان مزبوط، أنا ما بعرف هنا وما كان لازم أحكي عنها. صدقني لو متعرف عليها كنت فهمت قصدي. بعرف. وإذا حابت تحكي لي شو صاير معه بلكي بقدر ساعدك. جبت لك معي هدية، بتمنى أنك تقبليها. لا لا، مالي موافقة، قصدي مو أني مالي موافقة أنه أحكي لك، قصدي الهدية يعني ما رح أقدر أخذها. يعني شو المناسبة؟ ما في داعي. لا صح، نحن رفقات بس ما بقدر أقبلها. لا تتضايق، طبعي صعب شوي. شو حياتي على أساس أمك ست بيت وما بتبعزق مثلي وبتصرف على الفاضي؟ ما فهمت. إيه معك حق، بس استنى لتعرف أمك شو عملت اليوم. اشتريت كم قطعة بلاستيك ب1500. انت شو عم تحكي زيزي؟ طلعت لعند رفيف وظاهر اجت مندوبة المبيعات، وأمك أدمانة ذكية فوتتها على البيت واشتريت علب بلاستيك ودفعت فيهم 1500. اوف يا اوف يا، شو ما رح نخلص. شو قصدك شيري؟ لك بس يجوا مندوبين مبيعات وتشوفهم أمي مدري شو بيصرها، بتصير تشتري منهم كل شي معهم.
هيك لك عم. مرة كنت صغير بالابتدائي شيري، ووقت اشتريت امي من مندوب مبيعات كتير غراض وما قدرت تدفع القسوطة تبعون، والجماعة رفعوا عليها دعوة بالمحكمة، واجا الحجز على البيت، ولما شافون ابي جن جنانه وكان رح يقتلها. يعني شكلها مو قدراني تخلص من هالعادة بنوب. حاولت معها كتير بس باينتها سوسة وما بتروح. بس ولا مرة جبت لي سيرة هالموضوع؟ لا، لانه ما كنت متصور انه لساتها هيك. وحياتي زيزي، لا بقى تخليها تشتري منهم شي، لأنه عن جد هالقصة بتضايقني كتير ولازم نلاقي لها حل. خلص حبيبي روق ولا تاكل هم، من هلأ ورايح ما عاد افتح لهم. غسان دير بالك لتوقع، أنا بموت رعبة من الكهرباء، ما بقرب عليها بنوب، على طول بخاف اتكهرب ويصير لي شي. لا تخافي ما راح يصير شي، أنا متعود. شو زابطة هيك؟ معي لي على اليمين شوي. لا عم بمزح معها، كتير زابطة وحلوة. تاخد العقل. يلا شعلي الضوء. يلا. وهي شعلت الضوء. كتير طالعة حلوة. عن جد؟ يسلموا، عن جد كتير انبسطت فيها. بتعرف انت حدا كتير مزوق. شو اللي خطر لك يعني؟ قصدي شو خطر لك وجبت لي اياها؟ مع انه لما شفتك تخانقت معك ومع هيك جبت لي هدية، ما كان لازم احكي معك هيك. كأنه بلشت تفوت بالحيط. بس عن جد يسلم وبعتذر منك عن اللي صار، ما كان قصدي. حلو اللون الأبيض ما؟ كتير حلوة طالعة، فرق عليها الصالون، صار أشرح. شكرا كتير غسان، كلك ذوق. المهم إنك انبسطتي فيها. ايه كتير. حابب قلك شغلة بس بتمنى ما تزعلي مني. كنان واحد كتير غبي لأنه فكر بغيرك. شو خلصتوا؟ معناها رح ساوي القهوة. كيف قهوتك عمو؟ والله القهوة اجت بوقتها، أنا بشربها سادة. احسب حسابك ماما؟ ايه أنا كمان رح أشرب. بس أنا ساوي لي إياها وسط، وطالعي الفنجين هدول الملونين، عرفتيهم؟ يلا حبيبتي. تفضل استريح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.